Allah 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلنا إلى قوله رحمه الله ومن جملة الآيات التي استدل, استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون استدل المرحوم الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب عدة الأصول ب هذه الآية الكريمة على حجية خبر الواحد. كيفية الاستدلال تقريب الاستدلال هو بهذا الشكل اللي هو قريب مما تقدم او مطابق لما تقدم. انه يجب على هذا الشخص ان يبين يحرم عليه الكتمان يحرم الكتمان يجب البيان يلزم البيان فإذا كان يجب البيان ويلزم البيان ويحرم الكتمان فالقبول منه فالقبول منه لا بد أن يكون على أساس كلامه فيكون كلامه حجة فتثبت حجية خبر الواحد المولى تعالى يقول له أن تبين للناس وإذا أمره بالبيان وهدته بالعذاب إذا كتم معنى كلامه حجة أما كلامه ليس بحجة مع ذلك يجب عليه البيان وإذا كتم فمهدد بالعذاب الأليم استجير بالله إذا وجب البيان كان كلام المبين كلام المتكلم كان حجة وإلا لا معنى للوجوب هذا هو تقريب الاستدلال المرحوم المصنف يعترض على هذه الآية الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر واحد بثلاثة اعتراضات الاعتراض الاول هو عين الاعتراض الاول على الايه السابقه انه من قال ان البيان هنا يشمل البيان الظني من اين؟ من اين تثبتون ان الله سبحانه وتعالى جعل الحجيه للبيان الظني في هذه الايه؟ هل في الايه تصريح بذلك؟ لا هل فيها ظهور عرفي بذلك؟ الجواب لا أيضاً. فإذن الآية توجب البيان. البيان القطعي نعم هذا ثابت. أما البيان الظني. البيان الظني هذا من أين؟ من أين عرفتم أن الآية فيها هذا الأمر؟ ليس فيها. هذا هو الاعتراض الأول اللي هو مثل الاعتراض الأول على الآية السابقة آية الإنذار. الاعتراض الثاني كذلك. يشبه الاعتراض الثاني هناك انه متى يجب على الناس العمل بهذا الهدى الذي يقوله المتكلم اذا عرفوا بانه هدى اذا عرفوا بانه بيان اذا عرفوا بانه من الكتاب متى ما علموا بانه من الكتاب فهو حجه عليهم اما اذا لم يعرفوا انه من الكتاب لا حجيه عليهم في كلام هذا المتكلم. شخص يقول الله سبحانه وتعالى اوجب علي ان ابين لكم البينات والهدى التي في الكتاب. طيب اوجب عليك. ثم يقول اكتبوا انا ساقول لكم ما في الكتاب، اكتبوا. احنا كتبنا. ثم شككنا ان هذا الذي املاه علينا هل هو فعلا من الكتاب او لا؟ قد يكون كذب علينا هذا الرجل، قد يكون اخطا. فهذا الذي بايدينا هذا الذي كتبناه منه هل هو من الكتاب او ليس من الكتاب لا ندري فاذا لا ندري هل هو من الكتاب او ليس من الكتاب هل يجب العمل به الجواب كلا لا يجب العمل به هذا الاشكال الثاني نقرا الاشكال الثالث ياتي في نهايه العباره فاجله الى نهايه العباره قال ومن جمله الايات التي استدل بها جماعه تبعا للشيخ في العده على حجية الخبر يعني الخبر الظني خبر الآحاد قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر التقريب هنا تقريب هناك يجب عليه البيان يعني يجب عليهم القبول يجب عليهم القبول يعني كلامه حجه كلامه حجه يعني خبر الواحد حجه نظير ما بيناه في آية النافر وكذلك المرحوم الشهيد الثاني اللي بين في المسالك هو من هذا الباب ومن ان حرمة الكتمان يستلزم يعني استلزام عقلي وجوب القبول عند الاظهار لانه لا معنى لانه الكتمان حرام ولكن الاظهار ليس بحجه والقبول ليس بحجة والقبول ليس لازما يستلزم وجوب القبول عند الاظهار هذا الاستلزام استلزام سمي عقلي او سمي عرفي نتيجه ليس استلزام من جهه الـ الـ الروايه يعني ليس استلزام من جهه الايه والظهور في الايه نحن هكذا نفهم نفهم إذا كان المولى إذا أمر المولى شخصا ببيان شيء نعرف أنه هذا بيان حجة وإلا إذا ما كان له حجية فما راح أطالب الناس وما راح يكون بفائدة وما ما لا معنى لي أعذبه بسبب ما قاله فهذا هو الدليل يجب البيان فيجب القبول يجب القبول يعني هذا حجة هذا الحجية يعني ثبت حجية خبر واحد ويرد عليه عليها يعني على الاستدلال بهذه الايه ما ذكرنا من الايرادين الاولين في ايه النافر الاشكال الاول من سكوتها ليس فيها تتذكرون في الحصه السابقه الطويله كانت اتعبتكم فيها في الحصه السابقه انه الفرق بين الاعتراض الاول الوجه الاول والوجه الثاني ان الوجه الاول كان يقول ان الايه ساكته تقول أنه بين أنذر أما أنه آلية الإنذار هل هي على نحو القطع أو على نحو الظن تشمل الظن ساكت هنا أيضا ساكت هنا تقول بين لا تكتب فلا تكتب وبين يعني ماذا على نحو القطع أو على نحو الظن ساكت ليس فيها دلالة على حجية البيان الظني ويرد عليها ما ذكرنا من الإرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها صراحة لوجوب القبول حتى وإن يعني وإن يعني حتى وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار هذا الوجه الأول فإنها ساكتة أن تبين أما بين على نحو القاطع لو حتى على نحو الظن ويكون كلامك حجة ما بهاج دلالة أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره فإن من أمر هذا الثاني فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب حجية هذا الثاني أنه نعم نحن نقبل الكتاب منه عندما يبين فهو فترة راد يكتم هدده الله سبحانه وتعالى انه اذا كتمت فلك مني عذاب اليم نستجير بالله فقال انه انا اريد ان ابين انا هدد فتعالوا خلي ابين لكم طيب قال شيئا هذا الذي قاله هل هو من الكتاب او ليس من الكتاب اذا انا شككت انه من الكتاب او ليس من الكتاب هل يجب علي العمل اذا قلت يجب العمل لانه خبر الواحد حجه صار دور احنا نريد ان نثبت خبر الواحد حجيه خبر الواحد فيها او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه ويجب اظهاره اللي هو الكتاب، فاذا المخاطب علم ان هذا من الكتاب نعم وجب عليه العمل، اما اذا شك ان هذا من الكتاب او ليس من الكتاب لا يجب عليه العمل الا نفس الوجه الثاني المتقدم. فان من امر غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده الا عمل الناس بالحق اللي هو يريده اللي هي اوامره الحقيقيه. ابلغ الناس اوامري فاذا هذا باء اليف قال له ابلغ جيم اوامري فباء قال شيئا فاذا جيم لا يدري ان هذا الذي قاله باء هل هو اوامر اليف فعلا او لا؟ ما يجب عليه العمل فان من امر غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده الا عمل الناس بالحق اظهر الحق مو يعني كلامك سيكون حجه على الناس لا الحق حجه على الناس الا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تاسيس حجيه قول المظهر تعبدا كل ما قال لكم هذا المتكلم فهو قولي ليس كذلك تاسيس حجيه قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله حتى وان لم يطابق الحق فيها هكذا دلاله الجواب كلا أنت أظهر الحق للناس ليعملوا بالحق الحق يكون حجة الحق يكون حجة لا أنه كلامك يكون حجة على كل حال حقا كان أم باطلا ليس كذلك فالحق حجة على الناس جاء هذا الباء وقال شيئا هل هو حق أو باطل لا أدري لا أدري لا يجب عليه العمل ويشهد لما ذكرنا يذكر هنا شاهد ان الكلام في الحقائق في العقائد في النبوه وهي امور يشترط فيها اليقين ويشهد لما ذكرنا اللي هو الوجه الثاني اللي هو انه الحقائق القطعيه فقط حتى الوجه الاول هم ينفع هذا الشاهد فيه ويشهد لما ذكرنا ان مورد الايه كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه واله. بعدما بيّن الله لهم ذلك في التوراة ومعلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن إذن الآية كانت تتحدث عن القطعيات عن النبوة وقبول نبوة النبي الجديد صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث عن القطعيات وليس عن الظنيات فإذا الحديث عن القطعيات وليس فيها ما يدل على أنها تشمل الظنيات هذا الوجه الاول ولا بد ان نعلم ان هذا من الحق حتى نعمل به هذا الوجه الثاني فاذا لا وجه للعمل ومعلوم ان ايات النبوه لا يكتفى فيها بالظاهر ثم قال نعم لو وجب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا امكن جعل ذلك دليلا على ان المنص هنا نقول نعم تارتين عندنا مورد هو مورد ظني هو مصبوغ بصبغة الظن هو صفته أنه ظن حالة الطبيعية أنه ظن إلا ما شذ وندر ثم يأتي المولى يقول كلامه يجب فيه البيان أنت يجب عليك أن تقول يجب عليك أن تبين يجب عليك أن تظهر هنا صحيح لأن المورد مورد ظن ويأتي المولى يوجب البيان فبعد ما لا نقول أنه هل الظن داخل أو ليس بداخل لأن الصبغة صبغة الظن والحالة الطبيعية حالة الظن في هذا المورد صحيح في هذا المورد صحيح قال نعم لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا هو طبيعته هو هكذا حالته الطبيعية هكذا الا ما خرج بالدليل الا ما شذه امكن جعل ذلك دليلا على ان المقصود العمل بقوله وبالتالي لا نشكك لا نقول انه متى ما كان علميا يجب العمل لانه العلم حاله نادره في هذا الفرض لا نقول انه هل الكلام يشمل الظن او لا يشمل الظن لان الحاله الطبيعيه هي الظن وان لم يفد العلم لئلا يكون يكون لئلا يكون القاء هذا الكلام كاللغو، طبعا في هذا كذا حاله اذا نقول الحاله الطبيعيه في هذا المورد الظن ولكن المقصود من المتكلم المقصود المتكلم هو فقط حاله القطع هذا سر لغو ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الارحام على النساء على وجوب تصديقهن وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الإقامة. إذا عندنا موارد خاصة هي صبغتها صبغة ظن. فإذا أمر المولى بها أمر المولى الشخصي بأن يبين والصبغة هي صبغة ظن فراح يصير الاستدلال طبيعي. ولكن يكون في هذا المورد في خصوص هذه الحاله في هذا الاطار فقط المولى حرم على المراه كتمان ما في رحمها فإذن في هذه الحاله تصدق المراه في الشهاده شخصان اخبران شهاده بين شخصان على الاقل هنا صار عندي ظن ما صار عندي يقين من كلام هذين الشخصين ولكن قال المولى نعم اقم الشهاده فاقم الشهاده يعني الشهاده حجه فإذا قال أقم الشهادة صارت الشهادة حجة وإن كانت ظنية لأن حالتها الطبيعية هي الظن فإذا حالتها طبيعية هي الظن ويأمر المولى بها فقط عن الظن داخل لا شك في أن الظن داخل وبالتالي يكون حجة ولكن أين حجة كل الإخبارات تكون حجة كل خبر الواحد لا في هذا الإطار فقط يأتي في إطار المرأة المطلقة نلتزم به ياتي في اطار المراه المتوفى زوجها مثلا نلتزم به ياتي في اطار الشهاده نلتزم به في هذا الاطار فقط ولا نعممه ولا نخرجه عن هذا الاطار ثم قال هذا كانه الاشكال الثالث فد اشاره سريعه لعله اشكال ثالث ولكن ذكره بشكل سريع وهو انه الله سبحانه وتعالى عندما قال انه يحرم عليهم الكتمان نرجع اذا رجعنا للكتمان وان الكتمان حرام من قال انه الكتمان هو الكتمان الظني الاظهار الاظهار الحاله الطبيعيه فيه هو الاظهارات التي تكون على نحو اليقين هناك يكون له قرائن ويكون له تعدد اخبارات مثلا حتى يوجب اليقين مع امكان كون وجوب الاظهار لاجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين هذا يتكلم هذا يتكلم فراح اتيقن ان هذا حق فاذا الايه الكريمه عندما تقول يحرم الكتمان ويلزم الاظهار او يجب الاظهار هناك كانت تتحدث عن حاله هي حاله تعدد المظهرين وتعدد المظهرين يوجب القاطع فتكون تتحدث عن حالة القطع ولا تتحدث عن حالة الظن. نعم في الموارد التي نعلم انها موارد ظن ان اسلوبها اسلوب ظن ان طريقتها طريقة ظن هذه الموارد نعم نقبلها يعني نقبل حجية الاخبار بها ولكن نقبله في اطاره لانه كل الوجوه كل الاشكالات لا تاتي فيه لا نستطيع ان نقول هل هل المولى يقصد الظن أو, أو لا يقصد الظن يشمل الظن أو لا يشمل الظن لأنه المورد مورد الظن بحالته الطبيعية ولا نقول أنه لا فقط المعلوم يريد المعلوم فإذا علمنا وجب علينا لأن المورد ليس مورد عين ولا فيه تعدد مثل المرأة في إخبارها عن, عن حملها ليس فيه تعدد مثل الشهادة ليس فيها تعدد هو يقول أقم الشهادة أيها الشاهد وأنت أيها الشاهد هاي صارت شهادة بعد ما عندنا تعدد فإذن في الموارد التي هي مصبوغة بصبغة الظن هذه الموارد نقبل الظن فيها ولكن نقبل في إطارها فقط ولا نخرجه عن هذا الإطار ثم قال رحمه الله في الاستدلال بآية السؤال ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين هذا إن شاء الله يأتي مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين الله 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 يا الله 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 الله